الله عليكم. نستمر في الانتجريشن باي بارتس، وعندنا طبعا هذا السؤال يكون سبستيتيوشن من مفاهيم كالكولس 1 ثم باي بارتس، وهذا هو قانون الانتجريشن باي بارتس. يو تايمز دي في ايكوالز يو تايمز في ماينس في تايمز دي يو. وهنا يا اصدقائي نقول ان هذا باي substitution، والسبب هو اننا نتعامل مع انجل، مع زاويه نون لينير انجل، يعني عندي ساين اوف راديكال اكس، هذه الانجل نون لينير، ولذلك نبدا بفرض هذه الانجل على شكل واي. ولمن يسال لماذا هذه نون لينير؟ لان اكس radical of x هي x to the power 1 over 2، ولا يعتبر هذا المقدار linear، هذا function linear بسبب هذا الباور، لأنه حتى يكون linear يجب أنها تكون x raised to the 1 not to the 1 over 2. فمن هي y؟ y هي كامل هذه الانجل، أي أن y equals radical of x، ثم بنعمل سكوير فور بوث سايدز، سكوير سكوير الانتجرال اي واي سكوير تصبح راديكال سوري واي سكوير تصبح اكس. اوكي، لما بنعمل سكوير سكوير طبعا الهدف انه هو ازاله الراديكال، واي سكوير ايكوالز اكس، ده بنعمل derivative of y squared وهي 2y dy، derivative of x هي 1 dx أو انشئ dx بدون 1. وسنبدأ الآن بالتعويض. سمينا هذا الانتجرال الأصلي i، لاحظوا معي يا أصدقاء، عندي هنا هذا الجزء وهو dx، وهو نفس هذا dx or 1 dx. مكان dx سنكتب ما نتج معنا هنا وهو 2y dy. إذن integration of 2y dy حلت هذه مكان dx في الانتجريشن الأصلي i، وتركت هذه المساحة من أجل هذا trigonometric function. عندي sin، ولكن هي ما عادت sin radical x وإنما sin of y، لأننا فرضنا أن y equals radical x. الآن هذا الانتجرال الناتج وهو ليس بالجديد علينا، يحل باي بارتس، وهذا الجزء الموجود هنا هو يو، وهذا الجزء الموجود هنا هو دي في، لأنه البولينوميال دائما يفرض يو والتريجونومتريك يفرض دي في. يو ايكوالز 2y، ثم derivative of u هو du، و derivative of 2y هو 2dy. أما dv فهي sin of y dy، وبطبيعة الحال سنجري integral لهذا الطرف ولهذا الطرف. integral of dv هو v، و integral of sin هي minus cosine of y. والآن نطبق الانتجريشن باي بارتس، يو ملتبلايد في v ثم v ملتبلايد في du طبعا مع الانتجرال i equals. لما نضرب 2y times minus cosine نكتب الماينس بالبداية، طبعا نكتب البولينوميال 2y ثم التريجونومتريك فانكشن y، minus integration of، سنضرب ماينس كوساين 2y ب 2dy، بس في ماينس عندي، وماينس بالفورمولا تتحول الى بلس، نكتب الكونستنت ثم نضرب في كوساين y dy. بقي علينا خطوه واحده وهي ان نقوم باجراء انتجريشن لهذا الجزء، وهو مباشر بالمناسبه، لا يحتاج الى خطوات إضافية. i equals minus 2y cosine of y
بلس 2. What's the integration of cosine? Integration of cosine هو sine of y, وهنا constant of indefinite integral c. بقي علينا خطوة واحدة, هو أنه مكان كل y نكتب radical of x حسب الفرض اللي بدأنا فيه الحل. I equals minus 2 instead of y radical x, then عندي cosine of instead of y radical x plus 2 sine instead of y radical x, وبالنتيجة plus c. انتهى حل هذه المسألة. وكما تروا بدأ حل السؤال by substitution, لأنه الأنجل الموجود هنا non-linear. ثم بعد substitution تولد معي هذا الانتيجرال, وهذا الانتيجرال طبعا يحل by parts, و hopefully أنه كل حدا يستوعب هذه المسألة جيدا. ونقول يا أصدقائي في خاتمة هذه المسألة أنه for continuity, subscribe, share and like. شكرا.